مرحبا بسيدك. مين ابراهيم؟ شريف قدر السيف. بأمركم انا. اسمعني يا ابراهيم. انا رفعت لك كتاب الحكم دارية لاخلاء سبيلك قبل انتهاء المدة، لحسن سلوكك واخلاقك المنيحة. كتر خيركم سيدنا. يعني هذا المعروف ما راح انساكم يا طول عمري. ان شاء الله خلال ايام توصل موافقة، مشان هيك حبيت خبرك وبشرك بنفسي. الله يديمكم سيدنا ولا يحرمنا منكم. ولو انت منا وفينا، بس بكره بعد ما تطلع لا تنسانا، بدك تيجي وتزورنا هون ناطرينك تحنا. لا يا سيدنا. باذن الله. بس اطلع من الحبس واثبت براءتي قدام الناس، ساعتها رح تجي على صدر الباز وتكون ضيفنا وحبيبنا. بوقتها بس رح تعرف مين بيكون اصلي ولا. اعوذ بالله، هاد القماش جاي من الاناضول. من الاناضول؟ اذا هيك معناتها اصلي. اي لكان تمام التمام. ايوه. طيب انا بس اعتمد شو لازمني، رح امره لعندك على البيت وبخبرك. طيب ماشي، بس يا ريت بسرعه، لانه لازم بيع كل القمايش مشان سافر على اسطنبول، وببقى انا بجي لعندك. ايه خلص يا خانوم صار، بس ما حكينا بالاسعار. كل شيء بسعره، على حسب نوع القماش، يعني الحرير بسعر والجوخ بسعر. ماشي. لو كان بس اعتمد على نوع قماش بنحكي بالاسعار. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا، شرفتينا يا خانوم. شفت محمود ابن اخو لرسلان وصرت حاكي بقصص تجارة وما تجارة. ايه بلش الجد، صرت خاف اكتر. نحن قد وقتوت يا رب. اسم الحارة هدياني هلا، والكل ملتهي ببعضه، سيفه هلا وقتها. الله يرضى عليك، ما بدي وصيك اثنين بتدير بالك منهم، لانه هدول اثنين ولادين حرام، رسلان وبرغام. شو بدي لك يا بي؟ اجت لعند مني حرمه اليوم من الحريم الجديد على الحاره. شو بدها؟ عم تسال، قال اذا بدي انا نتاجر معها، هي بتجيب تواب قماش والمربح بالنص. عشنا وشفنا والله، نسوان بتبيع وتشتري، اخر زمان. بدي اشوف شكري انا مش عن موضوع محمود. ميسرة يا مو. يعني فهمت علي شلون بقى؟ عم يفكر بالحارة، بس لازم يعرفوا انك انت غريبة عن الحارة. ايه لكن عمي، أصلاً أنا ما سألت حدا على شيء. ما تتصرفي من جونك، وخصوصاً لما بتسمع إن الحريم سيرة أبوكي، بتسنحيها دغري. هو هيك. وين رجاء؟ نايمة تعبانة. خير إن شاء الله، ديروا بالكم عليها. تكرم. يا أبي قمار، أنت كمان ما بدي إياكي تطلعي من البيت. ما بدي تشوفي ستك من فارس، شنو هي كمان جايه لعندك. امتى يا ابي امتى؟ عن قريب يا ابي، عن قريب ان شاء الله. صح يا عمي، اجى لعنا زعيم الحاره. شو بده؟ قال بده يقدم خدماته، شنو نحن بنات لحالنا وبده مين يدير باله علينا. صاحب واجب الاخ. ايوه في الخير والله. المهم ما حدا بيعرف بالسيره كلها بالحاره إلا الباشا. خير عمي خير. معقول هيك تركوا لحالهم وتجي؟ الله يسامحك لك أختي، معقول يتركوا بدون ما أطمن عليهم؟ والله ما بعرف، قلبي غليان عليهم. قولي الله يحميهم يا نوارة. ما تنسي إنه الباشا كمان عم يدير باله عليهم. أنا بس بدي أعرف ليش الباشا عم بيساعدنا؟ يا سيدي الباشا ساعده بزمانه أبو إبراهيم، فهلا عم يرد له إياها. ايوه يا عمي، الباشا واحد من اهل الحاره واخطيته وربي يتيم عند الناس، وبعد ما توظف في الحكم داريه الباشا ابو مرته حبه كثير وجوزه بنته.
وكبر وبعدها صار باشا كبير. يعني قصدك تقولي انه قلبه على اهل حارته اللي يقفوا معه وساعدوه لحتى صار وصار؟ ايه والله يا عمي، اهل الحاره ساعدوا كثير للباشا. معناته اتكلي على الله ولا تخافي عليهم ما دام قاعدين لحالهم. شبنا ابو النعناع. استغفر الله العلي العظيم. استغفر الله. شو هاد؟ اهلين بالزعيم. اهلين. شو عم يصير بالحاره؟ شو عم يصير؟ امرني زعيم. الله يرضى عليك، بتخلص شغلك وبتمر على البواكية بتخبر درغامي يمر لعند مني. ايه من عيوني التنتين. مرحبا. اهلين وسهلين، تفضلي. الله وكيلك يا عقيد، هيك قال لي. ماشي، بسيطة. روح انت ليك ملاحق، غير الزعيم العقيد ما حيتعوق عليه. تمر عقيد، السلام عليكم. والله ماني قدر اطلع الحارة وشوفوا اللي عرفوا ايه بعد ما صار عضو من العدوات. بسيطة. حقك يا خانم، حقك. وهذا الموضوع عندي، وأي حدا بيجيب سيرتكم بالعاطل قسما بذات الله ما يلوم غير نفسه. إن شاء الله ما رح أنسانك المعروف منه. الله يخليك يا رب. ومشان موضوع البضاعة، يعني إذا كان أنت بدك تشتغلي البضاعة مع البضاعة، أنا كمان تاجر من ربع عجبك وأموري كلياتها تمام، وإذا عندك بضاعة ما عم تمرر أنا بمرر لك إياها. أنت أمري. ما بتقصر يا زعيم، ما بتقصر. الله يسامحك يا خانم، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ عم أقول لك نحن بخدمتك. طيب أنا لسه إلي طلب ثاني بس. أنت مو بتطلبي يا خانم، أنت بتأمري أمر. في عندكم عائلات فقيرة بحاجة مساعدات؟ حاكم أنا ناوية أتبرع على روح أبي وأمي الله يرحمهم. الله يرحمهم، الله يرحمهم. شو ما قلت لي فيه؟ هو شوفي لقل لك، يعني ما بيخلى الأمر، في عنا عائلات هيك، بس نحن ما لنا مقصرين معهم. طيب، دلني عليهم، خليهم يجوا لعندي. إيه؟ تكرمي. قاسم على العين والراس وحق الحق. وكوني انا من عضوات الحاره لازم اتدخل. هي اول مره عرف فيه بحكي كلام مظبوط. والله يا زعيم. لك شو قصدكم يا جماعه انتم؟ شو قصدكم؟ شو بكم؟ شو بدنا بالعالم والخلايا نحن؟ هاي العالم عاشت وربيت وكبرت هيك، هيك عاداتها. هذا الحكي المظبوط، سمعني؟ انك لا تهدي من احببت، ولكن الله يهدي من يشاء. إنه أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كل إنسان حر بنفسه. بس يا شيخي مو هيك. مو نحن اللي بدنا نحاسب العالم يا عرفة. ولا بنقدر نفرض عليهم الدين فرض. يعني بس هذا ما بزبط معنا نحن. يا أخي، يمكن هن يكونوا من غير ديانة، ودينهم ما بيفرض عليهم هذا الشيء. لهيك أنا برأيي بعد إذنك يا زعيم، كل إنسان يلتفت لعمله ولحياته بدون ما نطلع على الخير. هذا هو الكلام الصحيح. كل واحد عليه من بينته ومن مالكاناته وقصصه، ماله بالعالم. لك يا زعيم، إذا بتفكر فيها شوي صغيرة ها، بتلاقي الأمور كلها مكركبة. عرفت؟ أمرك خلص ها، مثل ما بتكون.